وكمان هنتكلم على إرسال المساعدات المادية والطبية من النادي الأهلي لأهل فلسطين، وكمان رحيل علي معلول إلى الدوري السعودي وكهربا وموديست، وكمان آخر أخبار تعاقد النادي الأهلي مع مابولولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري. لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا، وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا في ظل العدوان، يعني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والقصف المستمر من قوات الاحتلال على قطاع غزة، طبعا اللي بيصفر عن مقتل وإصابة آلاف الجرحى والمصابين، حرس النجم المصري الدولي المحبوب المعروف المشهور محمد صلاح، وكمان النادي الأهلي المصري وجماهيره على التضامن مع الشعب الفلسطيني. أول موضوع هنتكلم فيه مع بعض وهو موضوع محمد صلاح. عبر صلاح عن دعمه للشعب الفلسطيني من خلال عدة طرق، منها نشر صورة ليه وهو يحمل علم فلسطين على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، تواصل مع مسؤولين في فلسطين لتقديم الدعم المادي والمعنوي، تبرع بمبلغ مالي كبير لمساعدة المتضررين من العدوان. كما بادر النادي الأهلي المصري بتقديم مساعدات طبية ومالية لقطاع غزة، حيث تواصل رئيس النادي الأهلي مع مسؤوليين في الدولة وفي فلسطين، وأعلن عن التبرع بمبلغ مالي كبير لمساعدة المتضررين من العدوان. كما أعلن عن تعاقده مع اللاعب مابولولو لاعب نادي الاتحاد السكندري في انتقالات يناير بعد ما استقر الجهاز الفني ومجلس الإدارة على رحيل أنطوني موديست. طبعا موضوع محمد صلاح ده بيعبر وبيكشف يعني رسالة إنسانية من نجم عالمي كبير جدا جدا جدا، وبتؤكد للعالم كله مدى تضامن الشعب المصري وإنسانية الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني. كمان الأهلي بيرسل مساعدات طبية ومالية، دي حاجة كويسة جدا وحاجة لازم كل الناس وكل الشعوب تعرف إن النادي الأهلي نادي كبير جدا ونادي عريق جدا ونادي يعني يعرف الإنسانية كويس جدا جدا جدا. فدعم صلاح لغزة دعم محترم، دعم إنساني، ومساعدة النادي الأهلي بتقديم مساعدات طبية ومالية لقطاع غزة والتواصل مع أحد المسؤولين حاجة كويسة جدا. كمان النادي الأهلي بيعلن وبيؤكد على اقتراب رحيل ثلاثة لاعبين أقوياء جدا، وهو التونسي علي معلول إلى الدوري السعودي وكهربا إلى الدوري السعودي وأنطوني موديست بفسخ التعاقد بالتراضي. النادي الأهلي المصري بيعلن عن رحيل ثلاث لعيبة من الأعمدة الأساسية داخل النادي الأهلي في آخر 10 سنين أو آخر 5-6 سنوات، وهي التونسي علي معلول والفرنسي أنطوني موديست والمصري محمود عبد المنعم كهربا، وذلك بعد نهاية عقودهم مع الفريق. كما أعلن الأهلي عن رحيل لاعبه المصري كهربا، وذلك بعد فسخ التعاقد بالتراضي في يناير المقبل والخروج على سبيل البيع النهائي. كمان النادي الأهلي بيتعاقد ويقترب وبقوة من التعاقد مع مهاجم نادي الاتحاد السكندري مابولولو لمدة 2.5 سنين قادما من نادي الاتحاد السكندري بعد الاستقرار التام من مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني برحيل أنطوني موديست عن النادي الأهلي في يناير المقبل، بسبب طبعا المردود اللي قدمه اللاعب الغير مقبول لدى النادي الأهلي. هنتكلم كمان في حاجة كويسة وحاجة مهمة جدا، وهو طبعا بعد نشر محمد صلاح صورة لي على حسابه الشخصي على تويتر وهو يحمل علم فلسطين. طبعا محمد صلاح لما قدم الدعم المادي لفلسطين طلع العالم كله هاجم محمد صلاح،
قال لك ازاي ما يطلعش يتكلم، ازاي ما يطلعش يقول تصريح زي كريم بنزيمة وزي كريستيانو رونالدو وزي وزي وزي. يا جماعة الكلام او الدعم مش بالتصريحات، الدعم بالقلب، الدعم بالقلب. وصراحة اتبرع بمبلغ مالي كبير، محدش يعرف الرقم اللي اتبرع بيه لفلسطين، وده طبعا من اجل المساعدة لأهلنا في غزة، سواء من تعيينات، سواء من علاج، سواء من مساكن، سواء من كل حاجة، من لبس. فده طبعا حاجة كويسة جدا من محمد صلاح، بسبب التواصل وبسبب دعم أهلنا في غزة. ربنا يا رب يتخمدهم ويرحم شهداء غزة، يعني يا ربنا يرحمهم. يعني بصراحة الموقف محزن، الموقف مؤسي، الموقف صعب جدا جدا، ولازم كل العالم، لازم كل العالم يدعم النادي الأهلي ويدعم محمد صلاح ويدعم كل الناس اللي النادي الأهلي، يعني مش عارف أقول إيه بصراحة، ولكن ربنا يا رب، ربنا يا رب كده يعني يتخمدهم برحمته، يتخمدهم برحمته. طيب كمان هنتكلم أسباب استبعاد مودست من مباراة الأهلي، أسباب استبعاد مودست من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الجمعة إن شاء الله، بسبب طبعا مصدر داخل النادي الأهلي، يعني مصدر كده لموقع مصراوي بيكشف سبب استبعاد مودست من رحلة تنزانيا. كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب استبعاد الفرنسي أنتوني مودست لاعب النادي الأهلي، بسبب طبعا عدم سفره في رحلة تنزانيا في دورة سوبر ليج الإفريقي. مارسيل كولر استبعد مودست من قائمة الفريق التي تواجه غدا بإذن الله سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة دوري السوبر ليج الإفريقي. وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي أن مودست تعرض لإصابة بنزلة برد، وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق قبل المران الأخير، لذلك فضل الجهاز الفني إراحته وعدم ذهابه مع الفريق. وكان النادي الأهلي طبعا تعاقد مع مودست لمدة موسم واحد، قابل لفسخ العقد بالتراضي بعد 6 شهور في حالة عدم يعني ان اللاعب يقنع النادي الأهلي. طيب كمان في حاجة، كواليس استبعاد أنتوني مودست من موقع النادي الأهلي، الأهلي نيوز. ماذا حدث؟ النادي الأهلي طبعا بيقول ان جاء قرار من جانب السويسري استبعاد الفرنسي أنتوني مودست بسبب شكواه، او بسبب ان هو عايز يعني ايه يعني يريح اللاعب في المباراة اللي جاية. طيب هنتكلم كمان على يعني قرار كويس جدا، واخر الاصابات، في النادي الأهلي، والموقف إمام عاشور، من مباراة بكرة بإذن الله هتكون عاملة إزاي. إمام عاشور طبعا، يعني بيكشف، الكابتن أحمد شوبير بيكشف موقف إمام من مباراة سيب. شوبير بيكشف موقف إمام عاشور وقال كمان في برنامجه النهاردة إن عاشور كان خايف من الكابتن إمام عاشور كان خايف طبعا من مباراة الأهلي وسيمبا، إن هو ما يشاركش وإن هو ما يكونش موجود في القائمة، وده طبعا كلام غير صحيح تمام. وقال كمان مارسيل كولر دعم اللاعب بشكل قوي جدا وحرص على مساندته والشد من أزره ودعمه في التدريبات، وذلك من أجل تجهيزه لمواجهة سيمبا. إمام عاشور جاهز من الناحية الفنية والبدنية والطبية للمشاركة في مواجهة سيمبا التنزاني بإذن الله، وأصبح ضمن حسابات السويسري مارسيل كولر. وكمان اختتم كلامه قال الأقرب في خط وسط النادي الأهلي خلال لقاء سيمبا وهو خارج الديار مروان عطية وأليو ديانج وكمان إمام عاشور. طيب كابتن أحمد شوبير كمان بيأكد موقف علي معلول، من الرحيل على النادي الأهلي، موقف علي معلول من الرحيل على النادي الأهلي والخروج على سبيل الإعارة للدوري السعودي.
هنتكلم باستفاضة عن موقف علي معلول، ولكن لايك وشير وصلي على الحبيب قلبك يطيب. طيب، الأستاذ تامر أمين الإعلامي الكبير طبعا بقناة صدى البلد بالأمس بيكشف عن موقف معلول من الرحيل عن النادي الأهلي، وقال الإعلامي تامر أمين إن هناك احتمالات لرحيل اللاعب التونسي علي معلول عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد أن تحدثت العديد من التقارير التونسية عن حصول اللاعب عن عروض مغرية من الدوري السعودي، كما يتحدث البعض عن رغبة اللاعب في الرحيل. تامر أمين يوجه رسالة لعلي معلول. أمين خلال برنامج آخر النهار المذاع عبر قناة النهار أكد وقال إن بعض الجمهور بدأ في مشاركة صورة لعلي معلول يعبر من خلالها إنه يقترب من الرحيل، والبعض بدأ يترقب موقف اللاعب في الفترة الحالية، خاصة أنه أحد اللاعبين المؤثرين داخل صفوف المارد الأحمر. تامر أمين بيكشف عن موقف اللاعب في الفترة الحالية قائلا إن علي معلول لديه عروض عديدة في الفترة الحالية، واللاعب في صراع نفس رهيب حتى الآن. تامر أمين بيقول أنا بحب علي معلول جدا ومش متخيل إن علي معلول ممكن يسيب الأهلي، وعندي تخيل أن علي معلول اتولد في الأهلي وهيموت في الأهلي. بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ياريت تدعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. أشوفك على خير، مع السلامة.